اهلا بيكم معايا من تاني، فكره جديده وفيديو جديد. يا رب تكونوا كلكم بالف خير. النهارده بمناسبه شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين. هعمل معاكم فكره فانوس بالفوم ان شاء الله تكون جديده ومختلفه، بحجم مناسب جدا للاطفال ان هم يلعبوا بيه في شهر رمضان. انا ده عملته بحجم كبير وده حجم اصغر شويه. لو حابين انفذ معاكم الحجم الصغير ده اكتبوه تحت في التعليقات وانا انفذه معاكم في فيديو تاني. فان شاء الله النهارده هوريكم طريقه تنفيذ الفانوس ده بالخطوات. فكل اللي هنحتاجه لونين من ورق الفوم، اي الوان انتم حابين تعملوا بيها الفانوس، وشريط ستان. هنحتاج قطعه طولها حوالي 20 سنتي، وهنحتاج رده الشمع ومقص. علشان نجهز شكل الفانوس من فوق والقاعده بتاعته، هنقص على ورق الفوم 8 ورقات بالشكل ده، مقاس حوالي 4 سنتي في 15 سنتي. هقصهم بلونين مختلفين، يعني قصيت اربع الوان بلون والاربعه التانيين بلون تاني، وزيهم هقص برده 8 ورقات من الفوم بمقاس حوالي 4 سنتي في 12 سنتي، برده قصيتهم باربع الوان واربع الوان مختلفين. المقاسات ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف. هنبدا نجهز اول حاجه الثمان ورقات الكبار اللي هم بمقاس 4 سنتي في 15 سنتي. هنبدا نجيب كل ورقه ونبدا نتنيها نصين. هنبدا نحط على الطرف وهنبدا نتني. يعني هنتني كل ورقه من اللي احنا تنيناها نصين بالشكل ده. بعد ما تنينا 8 ورقات بالشكل ده، هنجيب المقص وهنبدأ نعمل شرايط رفيعة. مش هنكملها للآخر، يعني لحد الجزء ده علشان الورقة ما تتقطعش معاكم. كل ورقة هتعملوها بنفس الطريقة. بعد ما تنيناهم وقصناهم شرايط رفيعه بالشكل ده، هنبدا نجيب مسدس الشمع وهنثبت كل شريطه مع بعض. هنحط لزق شمع في الجزء اللي من فوق بس، وهنبدا نتني التاني عليه. هنبدا نعمل كل واحده بنفس الطريقه. بعد ما جهزناهم هنبدأ نثبت كل لون مع التاني. حطوا لزق شمع من الطرف هنا بس. وهتثبتوهم من ورا بالشكل ده. هتخلوا الجزء اللي احنا قصيناه ده من قدام. اهم حاجة تثبتوهم مع بعض كويس وتأكدوا ان هما لزق الشمع نشف. اخر حاجه هنعملها هنحط لزق شمع على الشريطه الاخيره وهنبدا نثبتها مع الشريطه الثانيه. بعد كده هنجهز الثمان شرايط التانيين اللي هم بمقاس 4 سنتي في 12 سنتي بنفس الطريقه ديت.
هتعملوها بنفس الخطوات اللي عملنا بيها الجزء اللي فوق من الفانوس. هنبدأ نثبتهم مع بعض. وهنجيب لونين من الفوم من نفس الفوم اللي احنا استخدمناه. واحدة هتكون مقاسها 4 سنتي في 12 سنتي اللي هو اللون دوا، واللون التاني هيكون مقاسه 3 سنتي في 10 سنتي. وهنبدأ نعملهم بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيهم الأجزاء دي. أثبتهم مع بعض. هتثبتوها على شكل حلقة بالشكل ده، والتانية هتعملوها بنفس الطريقة. وهنحط لزق شمع على الأجزاء دي من شريط الفوم اللي هي الأبيض، وهنبدأ ندخلها جوه شريط الفوم اللي هي البرتقاني. هتطلع معايا بنفس الشكل ده. نجيب شريط الستان وهنبدأ نحط لزق شمع كده عليها نثبته مع بعض. وهنجيب قطعة صغيرة من ورق الفوم وهنبدأ نلف عليه شريط الستان. هنلفه على شريط الستان هيطلع معايا بالشكل ده. دي هتبقى التعليقة بتاعت الفانوس. بعد كده هنحط هنا لزق شمع وهنبدأ نثبته. هنجيب اللي هو الجزء الكبير اللي احنا عملناه الحجم الكبير وهنبدأ نحطه عليه كده من فوق. بعد كده هنحط لزق شمع على الأجزاء دي وهنبدأ ندخلها. وهنثبتها بالشكل ده. بعد ما جهزنا الجزء اللي من فوق من الفانوس والقاعده بتاعته، هنبدا نجهز الجزء اللي في النص من الفانوس. هنجيب اللي هو الفوم الابيض والمسطره وهنبدا نحدد مقاس 8 سنتي. هنحدد 8 سنتي من فوق وهننزل ب 9 سنتي من الجناب. الناحيه الثانيه برضو 9 سنتي، ومن تحت هتبقى معانا حوالي 4 سنتي. يعني الجزء اللي من فوق ده هيبقى 8 سنتي، والجزء ده هيبقى 4 سنتي، والجزء اللي من الجناب ده هيبقى حوالي 9 سنتي. بعد كده هنبدأ نقص بالمقص. بعد كده بنفس البطرون اللي احنا قصناه ده هنقص منه 3 تانيين، يعني احنا عايزين منه حوالي 4. هنبدأ نحددهم كده على ورق الفوم. بعد ما قصناهم 4 هنبدأ نثبتهم مع بعض. تحطوا لزق شمع على طرف ورق الفوم وهنبدأ نثبتها كده، وهنستناها لحد ما تنشف. المقاسات ان شاء الله هكتبها لكم في صندوق الوصف. واخر الفيديو هسيب لكم قائمه تشغيل بافكار رمضان اللي كنت عاملاها معاكم قبل كده لو حابين تتفرجوا عليها. الطرفين التانيين مع بعض اللي هو اخر حاجه. هيطلع معايا بالشكل ده. وهجيب ورق الفوم اللي هو الابيض وهبدا احدد مربعين، واحد بمقاس 8 سنتي 8 في 8
يبقى على قد حجم اللي هو الجزء اللي من فوق ده 8 في 8، وهنقص مربع صغير على قد الجزء اللي تحت اللي هو مقاسه 4 في 4. هنبدأ نحدد مربع 4 في 4 كده. علشان نبدأ نقفل الفتحات اللي هي اللي من فوق في الفانوس هنبدأ نقصهم بالمقص، نثبت المربع الكبير من فوق، هنحط لزق شمع على الأطراف وهنثبت طرف طرف بالشكل ده. وشكله هيطلع معايا بالشكل ده. ومن تحت برضو هنبدأ نعمل نفس الطريقة، بعد ما جهزنا شكل الفانوس من النص هنبدأ نثبت عليه الأجزاء اللي احنا عملناها. هنبدأ نحط كده نظبط الشكل، وبعد كده هنبدأ بلزق الشمع نثبت الأطراف. هتبدأوا تحطوا لزق شمع تحت كل جزء من الأجزاء دي. هتحاولوا تظبطوها بإيديكم، هيطلع معايا بالشكل ده. بعد كده في الجزء اللي من تحت هنبدأ نحط لزق شمع على الأطراف دي. وهنبدأ نثبت عليه الفانوس. وده شكل الفانوس بعد ما جهز معانا طلع بالشكل ده. بعد كده على ورق الفوم جهزت اشكال نجوم وهلال وكتبت كلمة رمضان كريم. طبعا التزيين ده على حسب ما انتم حابين، يعني هنبدأ نزين الفانوس بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هتقصوه على ورق الفوم، هنبدأ نثبت كلمة رمضان. طبعا لو الفوم جليتر هتبدأوا تكتبوا كلمة رمضان بالعكس. كنت وريتكم الطريقة دي في فكرة فانوس قبل كده، هسيب لكم الرابط بتاعه برضو في صندوق الوصف. لو مش تعرفوا تقصوا النجمة على ورق الفوم، ارسموا البطرون بتاعها الاول على هاتوا البطرون بتاعها من على النت وابدأوا ارسموها على ورقة، بعد كده ابدأوا فرغوها على ورق الفوم، هتطلع معاكم مظبوطة بالشكل ده. ولو عندكم مسطرة فيها اشكال مثلا زي نجوم ومثلث ممكن تستخدموها برضو ان انتوا تقصوا بيها النجمة. وده كان الشكل الاخير بتاع الفانوس. طبعا الاطفال هيبدأوا يمسكوا من فوق يلعبوا بيه بالشكل ده. اعملوا لاطفالكم في رمضان هينبسطوا بيه جدا، وكمان خليهم يساعدوكم في تنفيذه هيفرحوا جدا اكيد. وكل سنة وانتوا طيبين. وده طريقة الفانوس الصغير زي ما قلت لكم. لو حابين ان انا انفذه معاكم اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا انفذه معاكم في فيديو تاني. اتمنى ان يكون فكرتي عجبتكم النهاردة، وما تنسوش تعمل لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس لو اول مرة تتابعوني، واستنوا الفيديو الجاي فكرة جديدة ان شاء الله.